إيران. فالحمد لله والتفاتة لطيفة وجميلة من السيد أعلى الله مقامه السيد الولي حفظه الله ورعاه لاحتياج البصرة للمياه. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سباقة في كل الأحوال إلى الشعب العراقي في هذا الوقت وفي وقت مضى وفي وقت آت. كنا نتوقع من الجمهورية الإسلامية ومن السيد الخامنائي ولي أمر المسلمين إن هذا الدعم في إمداد وأنابيب ماء من الكارون إلى البصرة لإحياء ولمساعدة هذا الشعب. خاتمة المواقف التي لا تنسى كانت بإعلانها مد أنبوب عملاق لنقل المياه من نهر كارون إلى الأراضي العراقية في البصرة. Thank you.